ذات الجد وعلمنا ما يغيبش حد واللي ما يجينا نمشوله طق طق حلوله اول مبادي بالصلاه على الهادي واهل السعادي كلهم حضار وتاني مبادي نطلب السماح من الناس الملاح كبار وصغار وسامحونا كان قسينا على حد ولا لا قدر الله غلطنا في حد على كل حال رمضان كريم والله اكرم واللي فهمنا خطا يسامحنا واللي زعل منا يسامحنا والحمد لله اللي جاء رمضان واحنا قاعدين فرصه للتسامح والتصالح وصفوا النيه يستوي الحساب وشوف الباب طق طق حلوله وكن كنت في الشارع الله الله على الشارع وشباب الشارع تصوري شباب زي الورد يوزعوا في الورد يوزعوا في الحب والود بين الناس الكلمة الطيبة صدقة يجهزوا في التمر والحليب فطور لصايم الطريق هاك هاك خود باش تكسر صيامك وما تستعجلش في الطريق ونكسبوا أجرك والخير يسد ويبد الله لا تقطعنا عادة الموضوع مش تمر وحليب الموضوع في السلوك الراقي والتكافل بين الناس حس بيا ونحس بيك وخاف علي ونخاف عليك وطق طق حلولة منو اللي على الباب ريحة من ريحة لحباب مرحبتين رحاب اتفضلي تفضلي شن تبي يا ماما قلت لك أمي نبي طماطم طماطم حكا ولا طماطم أخضر أعطوها طماطم سواء كان حكا ولا أخضر يا سلام غالي وطلب رخيص قولي لي أبوك نزلوا حوشنا طماطم على خطركم صحيتي يا عمي حسين ربي يسلمك هاي 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 اتفضلي هذا الطماطم وهذه يعطيها لامك شويه فركسي وشويه بوريك وشويه بيتزا هذا فطورنا اليوم ضواقع لا تقطع للولايه سبله ايه ضواقع خيرها شنو عيبه كان ضاق فطورنا ودقنا فطورهم لا بالعكس الضواقع تعني الود بين الناس الضواقع ماء وملح والماي والملح عقد ما بين الحبايب اصح من عقد الضرايب وطقطق حلوله وين ماشي ماشي بنرفع لخالتي البوريك اللي مديرتها امي وبنجيب منها حاجات مديرتهم خالتي تبادل في الانتاج هيا يا حاج تبي حاجه وانت جاي جيب معاك حليب وتمر يا عندنا التمر والحليب بنرفعوه معانا للجامع في المغرب باهي اما لا ارفعه معكم حتى الفطور عليك نور طق طق حلوله وشن وتتوله وطينا سفره الفطور الصغار لا فكونا نار كله ياكل خلونا الربع ساعة هذه مستريحين الصغار هم الأولين علي صاروا علي مين الصغار مش صايمين صح ما هم مش صايمين لكن فرحانين برمضان ويستنوا في لدان هم توا ينقشوا في ذاكرتهم خليهم على راحتهم خليهم يحبوا اللمة ورمضان والصيام مش تحبسهم في دار بروحهم وتقول لهم الفطور للصايمين بس اتكرههم في حاجة اسمها رمضان خليهم على راحتهم طق طق حلولة وين ماشي وين ماشي عندي تسجيل في المسموعة نبو نديروا قصة وآية ونبو نديروا حريبس ونبو نديروا مسلسلات بتاعت زمان ايه سبحان الله حتى الراديو والتلفزيون عندنا ما يخدموا كان في رمضان هذا من بركة رمضان صح وعبادة وتكافل اجتماعي وثقافة وإعلام وفن وطق طق حلولة حلولة.